شو بعدين وبعدين وبعدين؟ لك يا اختي خلص، اذا زعلانه من دفش السياره خلص انسي الموضوع، ما بقى خليكي تدفشيها للسياره، والله ما بقى خليكي تدفشيها تاني مره. لا تانية ولا ثالثة، ما في نصيب مرزوق. لك شو ما في نصيب؟ مكتوب كتابنا نحن بالمحكمة، مكتوب كتابنا بالمحكمة. معقول تطلعي قبل ما تطلعي من بيت أهلك؟ قبل ما أطلع من بيت أهلي أحسن من لما يصير عنا ولا. لك طيب يا حنوش الله يرضى عليكي، جربيني تنجربي أنتي، تعي عيشي عندي شهرين زمان، لك بجوز تغيري رأيك بالموضوع. ولي مستحي احكي لك شي كلمه، انت شبك قاعد مثل قفه الهام حافيه. انا رايي يا جماعه يعني تهدوا شوي تهدوا شوي، بلاها بلاها الخميس هذا، خليها الخميس الجاي، خليها الخميس الجاي بتكون روقتوا روقتوا وهديتوا. اهدوا بروحالكم مخطوبين تتعرفوا على بعض اكثر. لك انا مشانها كل ما تاخرنا كل ما تعبت اكثر. ومن شو بدي اتعب؟ مشان التعزيه، البيت له سنتين ما اندقر فيه مقشه ولا تعزب. هلا انت متجوزني مشان التعزيل؟ لك مشان التعزيل هو غير التعزيل كمان، بس مو مشان التعزيل، بس انا بدي حدا يغسل لي، بدي حدا يطبخ لي، بتأمن تجيب لفاية تساوي لك بيتك، بس ما بتأمن تجيب لفاية تغسل لك وتطبخ لك. مزبوط مزبوط. ايه ها هذا اذا لقيت لفاية تفوت على بيت عزابي تقول العزابي بياكل لفاية. يو شو هالحكي؟ انت عم تبق الدم حتى تطالع القرش تحطوا على اللفاية؟ بالله شو؟ ايه روحي لاقي له لفاية غيري. هجبة؟ من شو زلة؟ أنا اللي مثلي بأوروبا عم يعملوا لهم تماثيل ضخمة، بس ما في مين يقدر. ما في. لحظة لحظة. ألو؟ أهلين أهلين. إيه جميل. ترك كل شي من إيدك وتعب بسرعة. لو ما بدي اياك بشي ضروري ما بقلك تعب بسرعه. لا تسال ليش، عم بستناك بالسياره. حلوه والله، اذا بده يسال كل شيء ليش توفقنا. ايه خلاص لا تمثل جميل، مبين الصبي اللي بتشتغل عنده اول ما بتحاكيك بتكركب هيك بصير. دخيلك انا شو فرقت معي وهم عم قبض؟ ها يعني انتوا متفقين انت وياها انه تشتغل اجير عنده؟ انا والله فكرت عم اشتغلك ببلاش. بتعرف لك جميل انت طايق على الحياة عندك، ما عاد تستحي. ايه ما عاد تستحي. وينك 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 ابو سمير؟ لازم ترجع على البيت على السريع، احتمال اتصلوا معك جماعة التلفزيون ما يلاقوك. ها يا لطيف ذكرني. على السريع على السريع على السريع. منهم 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 على السريع. وينك يا وينك يا وينك وينك؟ شو بدك شو بدك؟ تعال لك اذا وصلوا جماعة التلفزيون خبرنا مشان طالعك بعراضة من هم الحارة. مو حلوة تطلع ناشف حاف، مو حلوة بحقنا. انا بخبر اهل الحارة بس تطلع على التلفزيون يقلبوا على غير محطة. عسل منهم 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 على السريع. وينك 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 وينك؟ أهلين أهلين لوين؟ طلع بعدين بحكي لك خوف. يا الله وينك وينك؟ طلعي عدي جمي من هون هنا. بالله ايه امشي امشي. وينك وينك؟ ما في مجال غيري رأيك؟ ما توقعت منه هيك بنو، يعني فكرته راح يقاوم، طلع عم يفكر نفس الشيء. الحمد لله، نحن شو بدنا غير الوفاء؟ مرزوق مانو غبي، بيعرف مصلحته كمان. هلا ما بيقدمنا غير الخطوات العمليه معناتها. امبارح انا واروى ما نمنا طول الليل، قاعدين نعمل رسوم مخططات. هات لنشوف شو طلع معكم. بتعرف قهوه النوفره؟ ما بعرفها، بحياتي ما دخلت لها. مو مشكله، بنفتح قهوه مثقفين، بنقدم بس شاي وقهوه وبنعمل جاليري كمان. شو ها؟ جاليري؟ معرض فني، الناس بتقعد وبتفرج بنفس الوقت. بتعرف انا بصراحه انا ومياده كمان قعدنا وخططنا ورسمنا، بس طلع معنا غير هيك شيء يعني. لك انا شلون؟ بنعمل مطعم. معبى مطاعم بالحارات هاي. على كل خلينا نتشاور نحن ومرزوق. ايه؟ ما شرحتيلي. شو بدي اشرح لك؟ اتصل واحد بده يشتري المحل تبع الحريقة، بدي اياك تكون معي. شلون اتصل؟ اتصل بالموبايل. بشو يعني؟ بعرف 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 بالموبايل، بس منين جاب رقمك؟ ما بدي افهم. رقمي كل العالم بتعرفه. شو يا؟ كأنه من هلأ بلشنا. كمان بدي استناكي بالسيارة؟ لا، بدك تفوت معي. نص مصيبة. مصيبة شو؟
يعني وفاء الله يخليك لا تاخذيني جوزك انا، لامتى بدك تضلي هيك؟ لازم تامني لي، لازم تسلميني كل شغله، مزبوط لما لا؟ مرتخي، وفكره مين شغله هالمسرح هي الجنانيه؟ فكرتنا كلياتنا، انا اقترحت وهن وافقوا. ايه برافو عليكي، بس انا شايف انه ارض ديارنا صغيره، ايه ما بتسع 20 30 كرسي. ايه ما بدنا اكثر من هيك، نحن ما لنا عاملين مسرح للعامه، بدنا نعزم النخبه بس يلي بتفهم بالمسرح. مثلك. اذا بتريدوا قومولي من هون. نحن؟ ايه مشان بدي اشوف منظر المسرح من هون. نقوم؟ طبعا يلا. سوزان اذا بتريدي تفضلي على المسرح اعملي لنا مشهد. ذلك الكلب الأسود اللعين. إلي مؤلك له رأس ضخم وأذنان قصيرتان وعينان حمراوان بلون الدم. إلي لك الله يسامحك، يعني إلا ما صار وخبرتي. شو بيعرفني إنه موافق؟ بتعرف إذا استلموا شفيق يعني بتروح حياتك وبطير مشروعي؟ إيه روحوا. لك شو روحوا؟ أنت بتعرف قديش بروح علينا؟ قديش؟ كل عملية عم عملها بالمستشفى عم تاخذ مني 30% منها، إذا فتحت مستشفى لحالي بضلوا إن هذول 30%، بعدين إذا حطيت معي دكتورين ثلاثة باخذ منهم كل واحد 30% ب 30%، وإذا عملت أربع مناخير باليوم ما بتنزل يوميتي عن 50,000. شايفة ما عاد في براسك غير المناخير، شو بدك توقف عن الشغلات التانية؟ طبعا لا، بكرة بس تتحسن الأحوال راح أعمل دورة شد وجه مع حشي سيليكون، يعني تجميل بشكل عام، ساعتها يا ستي ما بتنزل يوميتي عن 100,000 مينيموم. ايه الله يوفق. بالمناسبة شيش طابوق، يعني إذا حطيت ممرضة عندي بالعيادة بتغير شي؟ مشان ايش الممرضة؟ لك يهلكون العالم، لكن هذا جيوب، هذا ملتهب اذنه، هذا اكل بوزه ومحمر زلعيمه، يعني ما في غير عم يضيعوا لي وقتي مشان 100 ليره سوري، يعني بدي اخلص منهم بصراحه. والممرضه شو بدها تعمل؟ بتسالهم قبل ما يفوتوا، يلي بيطلع معه مناخير اهلا وسهلا بتفوتوا، ما معه مناخير يلا مع السلامه انا مشغول. اهلين اخي. سيك لا لا. تفضل. استلم وديات. سلفي ممكن اعرف ليش فاكك الريسيفر؟ مو شغال، فتحت التلفزيون لقيته عم ينقط على الانطين العادي ما عم ينقط على الدش. ايه بجوز معطل من الابره او من الكبل تبع الدش لانه قلب العاده تصيرها بسيطه. هلا مفحص الريسيفر، اذا ما في شيء نفحص الابره. بتحب البامة مرزوق مو؟ ماشي الحال نعمة الله. مرزوق؟ شو اليوم رحت عند ادهم مشان مشروع. ايه ممتاز. شو قال له؟ هاي مرته عم تخطط تعمل مشروع خيري للمثقفين، مو مشروع ننتفع منه. وهو هو هو ليش له كلمة؟ مرته شو بتخطط هو بينفس؟ اليوم جابتني الفرقة تبعها على البيت لعندي، عجبهم البيت. فرقة ايش؟ بدهم يفتحوا بيتي مسرح للأكابر. أنا برأيي تكون الكلمة للكبير. مو قطط كبير وما كبير، بس المشروع لازم يكون له جدوى اقتصادية. أنا هيك رأيي، شو بيخطط شفيق لحنا مننفذ، لأنه هو الروز، هون مخ، هون أطرميز. ونحن ما رح نطبعه لألهم برا، خليه يعمل وصلات غنائية، بس بشغلة الإدارة والتخطيط ما له علاقة. طبعاً إذا بدنا المشروع يكون ناجح لازم رأس واحد اللي يخطط، وهذا الرأس المعترف فيه من الأمم المتحدة. أنا عم فكر مشروع مطعم. توقّل على الله. يعني المطعم بيوفي، شغلة قهوة مثقفين مو كل هالقد، بعدين ما لقيت غير تعمل قهوة لأفقر ناس بالبلد. تعمل قهوة للحبايب للعشاء للشباب، إيه بتلاقي الشاب عم ينتر قدام خطيبته مشان يدفع مثل الديك. معك حق والله، علي ما علي الأشياء أحلى خلق الله، الواحد بيخنطك من وراه.
ليه مو جايبه مي؟ ما بعرف، اعطيت مبلغ كبير شوي. سيد رجب انا اجيت لعندك لانه ما عندي مكتب استقبلك فيه، يعني عفوا منك، مالي كل هالقد مستقتلي على البيعه، حضرتك بتروح بتشوفه، اذا عجبك ايه واذا ما عجبك لا. انا ما بروح بشوف شيء، عندي شغيل مشان هالشغلات هاي. وانا كمان عندي جميل بيروح مع الشغيل تبعك وبيشوفه. يلا جميل قوم. وانت شو؟ انا بشرب النسكافيه لبين ما ترجعوا. ايه نعم. انا ما بقلبي هالشي. خلص منروح على مكان عام، في كافتيريا قريبه من هون. بتروح وفاء لحالها وبس ترجع من تلفي. ماشي. هذا احسن. ايه يعني يلا خلينا. شو عم ساوي؟ قاعد على الانترنت. انت شو عم تكتب؟ عم عدل بالغنيه. هلا وقت الغنيه؟ هلا وقت شو لك؟ كان رحنا شفنا البيت. ايه بيت مرزوق. ايه تشجعوا كتير وتكفلوا يعملوا فرقة مسرحية تعرض مرة واحدة بالاسبوع. عال شو المانع زبط الغنية؟ المانع انه اخوك شفيق في شي تاني براسه. نحن علينا نقترح وهن حرين. نحن مو بس علينا نقترح حبيبي، نحن علينا نقنعهم باقتراحنا. بس يصير حكي منحكي وجهة نظرنا. عبين ما يصير حكي بتكون راحت علينا، لانه شفيق ومرزوق هلا قاعدين عم يخططوا الاثنين مع بعض، بكره شفيق بيعمل اللي براسه. شو بيطلع بيدي يا عميل؟ بيكون هذا نصيبنا. شفيق ما بيقدر يعمل شيء من غير ما يوافق مرزوق، خلينا نروح نسهر عندهم ونحكي مع مرزوق قبل ما شفيق يطبقه. ها ماشي منروح منسهر. يلا قوم شو عم تستنى؟ عم تقولي منروح منسهر لسه الدنيا نهار. ايه معلش منبلش السهر على بكير. بس حاولي تحترميني قدام مرت اخي، ما بدي حدا يحط لي ملاحظات. ليش انا ما بحترمك؟ تحترميني بس لما اكون عم احكي ما تقاطعيني. ايه احكي مزبوط ما بقاطعك. هلا بتحكي لي وجهة نظرك بشكل مفصل مشان ما خربت هنيك. ماشي